إذن التواصل يستمر والتحديات تتواصل شوطا تلو الآخر، وانطلاقاتنا أيضا مع هذا الشوط الذي يحمل لنا في طيات هذه الأسماء من الجعدان الحقائق. شوطنا الثاني عشر إذن ينطلق أمام حضراتكم بهذه الأعداد وبهذه الشعارات المختلفة الألوان التي تزين أرضية هذا الميدان. صدارة هذا الشوط والمركز الأول ياتي في هذه اللحظات شعار بن قناص يقدم لنا مبهر، وسعيد بن سالم بن قناص العامري يتواصل على الصدارة الأولى، بينما ثاني الأسماء ياتي نشوان وسيب سليم بدودة العامري، بينما ثالث الأسماء التواصل والقدوم في هذه اللحظات من شاهين المبارك بن خادم بن حارب الخيالي، بينما رابع الأسماء التواصل في هذه اللحظات والقدوم مشاهد العزاء من شعار ناصر بن حمد بن محمد العفاري، وهناك خامس الأسماء يتواصل همام للعثب الخزع بالعثب الهركي العامري، وهنا الدخول والتواصل ايضا من عزام ياتي في هذه اللحظات. هناك ايضا شعار بن ياسر يتقدم في هذه اللحظات، هنا مشاهد العزاء ايضا عوض بن ياسر بن علي العفاري، بينما هناك الدخول والتواصل من مصدع لمحمد بن عبد الله بن حمد الدرعي، بينما هناك القدوم في هذه اللحظات والتواصل من شعار بن يعان مسلم بن ناصر بن يعان الشامسي يتواصل في هذه اللحظات، يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي، بينما هناك القدوم والتواصل في هذه اللحظات من مياس ومحمد بن محيميد بن خيري الجنيبي. هنا أيضا هذه الانطلاقات عودة إلى الصدارة الأولى، وندخل في أجواء هذا الكيلو المتر الأخير والكيلو المتر المثير من خلال هذه التحديات والمنافسات التي تدور رحاها ما بين هذه الشعارات. عودة إلى مصدع محمد بن عبد الله بن حمد الدرعي، هنا يتقدم مع مصدع، يقدم لنا مصدع في هذا المسار وهذا التحدي، وهنا القدوم، هنا التواصل مع ثاني الأسماء ياتي في هذه اللحظات شعار مبارك بن خادم بن حارب الخيالي، وهنا الوصول، هنا القدوم أيضا على ثالث الأسماء ياتي في هذه اللحظات أيضا مذخور وناصر بن حمد بن محمد العفاري، ولكن هناك الإبداع، هناك الانطلاق، هناك الإمتاع، ما شاء الله تبارك الرحمن. مصدع 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 ياتي محمد بن عبد الله بن حمد الدرعي، هنا شعار بن همول، شعار بن همول ياتي هنا بهذا الأداء الرائع الجميل العصر
العصا، العصا في الابطان، مدحوسة في الابطان، مصدع يا مصدع، مصدع يا مصدع، يلا يا بن همول، الله الله الله، الله. محمد بن عبد الله بن حمد الدرعي، سلام سلام مصدع سلام، مشكور مشكور يا ابو قسيم. محمد بن عبد الله ايضا بن حمد الدرعي من قدم لنا مصدع والعصا في الابطان حتى خط النهاية، تانينا والناموس المركز الثاني. المركز الثاني شعار ناصر بن حمد بن محمد عفاري، ثالث الأسماء. المركز الثالث كان هناك أيضا شعار الخيلي من قدم لنا أيضا هذه الانطلاقة وهذا التحدي. هناك مبارك مخادم بن حارب الخيلي مع شاهين أتى مع المركز الثالث. عودتنا بالثانية والناموس لمالك مصدع محمد عبد الله بن حمد الدرعي، والتوقيت الزمني أيضا 4 دقائق 38 ثانية، 3 أجزاء من الثانية.